مباراة النادي الإفريقي هو المستقبل سليمان في الرابطة التونسية لكرة القدم في الجولة الثالثة. نرجو منكم لا تنسوا الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. ملعب الذي يستضيف هذه المباراة القوية اليوم ملعب الأولمبي براديس. أما توقيت هذه المباراة سوف يكون في الساعة 4:30 في توقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 6:30 بتوقيت مكة المكرمة وقطر. أما القنوات الناقلة لهذه المباراة الوطنية وحيد الناقل الحصري لهذه المباراة. المباراة سوف تكون قوية وممتعة اليوم. نرجو منكم لا تنسوا فقط الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وأيضا تفعيل خاصية الجرس على الكل لكي يصلكم دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والممتعة. وشكرا لكم، ونحن نضرب لكم موعد في المواعيد المقبلة.